ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا ويكون في هذه الفترة بإذن الله في كتاب ثلاثة الأصول، والمطلوب من الإخوان أن يحفظوا قبل أن يحضروا، يحفظوا كل يوم قدر ما نتكلم عليه في الدرس، وهو يسير، أسطر قليلة يحفظها طالب العلم تبقى ذخيرة عنده، لأن العلم لا يحصل إلا بالحفظ، العلم بدون حفظ لا يبقى، لا بد من حفظ هذه الأسطر القليلة، ولا بد من تسميعها أيضا في الدرس من أجل أن يستفيد الحاضرون والسامعون وتترسخ عندهم هذه الكلمات الطيبة والأصول النافعة، فلا بد من الحفظ، وهي رسالة مختصرة لا تكلف شيئا من الوقت ولا من الجهد الكثير. ثم لنعلم أنه لو صرف الإنسان كل وقته وكل جهده في طلب العلم ما عد ذلك شيئا كثيرا للنظر إلى جلالة قدر العلم وأهميته. بين أيدينا هذه الرسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة عندهم يستفيدون منها ويفيدون منها. فالبداءة في هذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، والعلم يبدأ شيئا فشيئا، يؤخذ من مبادئه وأصوله شيئا فشيئا ويتدرج فيه، وهذه المختصرات طريق إلى المطولات. لا يمكن أن تفهم المطولات إلا إذا فهمت هذه المختصرات وتدرجت منها شيئا فشيئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره، يربون أنفسهم ويربون طلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء طبيعي، كل الأشياء تبدأ من أصولها ومن أساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. أما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم.
قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا؟ الله عتب عليهم ووجههم إلى أن يسألوا عما ينفعهم وأن يأتوا البيوت من أبوابها. أما السؤال عن الهلال وأحواله وكبره وصغره فهذا لا فائدة لهم فيه، الفائدة أن يسألوا عما يحتاجون إليه. قل هي مواقيت للناس، بيّن لهم فوائدها وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، أرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنهم ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو أبواب العلم، لا ظهور البيوت وظهور المسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، وإن احتاجوا إليها أي حاجة قليلة. الحاصل من هذا أن التوجه إلى المختصرات والعناية بها وحفظها وتبسيطها هو طريق العلم الصحيح. أما عن المؤلف فهو معروف عند الجميع ومعروف عند الخاص والعام، هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد في بلاد نجد في العيينة من قرى اليمامة سنة 1115 للهجرة، وحفظ القرآن قبل أن يبلغ سن العاشرة، وكان من بيت علم، فأبوه هو القاضي في البلد وجده سليمان بن علي هو مفتي نجد في وقته وعالمها النحريب، وأعمامه هم علماء البلاد، فنشأ في بيئة علمية ودرس على علماء بلده على أبيه وعلى علماء بلده ما عندهم من العلوم، ثم إنه رحل في طلب العلم إلى الحجاز، حج ومر بالمدينة والتقى فيها بثلاثة علماء أخذ عنهم: الأول الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني، أصله نجدي وأما منشأه فهو مدني، عبد الله بن إبراهيم بن سيف من أهالي المجمع، وابنه إبراهيم بن عبد الله بن سيف صاحب العبد الفائض شرح ألفية الفرائض، هذا إبراهيم بن عبد الله. والثالث الإمام المحدث محمد حياة السندي صاحب الحواشي على كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما. فأخذ عن هؤلاء العلماء علم الفقه والفرائض، وأخذ عن هذا المحدث علم الحديث وأجازه في أمهات السنة. ثم إنه رحل إلى بلاد الأحساء وفيها العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، فأخذ عن علمائها كابن فيروز الحنبلي وابن عبد اللطيف الشافعي، أخذ عنهم وأجازوه في الفقه. ثم إنه رحل إلى العراق، رحل إلى العراق إلى البصرة، وكان فيها علماء حنابلة وغير حنابلة، فأخذ عنهم وتتلمذ عليهم وحصل منهم على إجازات، وتيسر له من الكتب هناك الشيء الكثير ونسخ بخطه منها الشيء الكثير، وكان له عناية تامة
في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقرأها ويختصر منها وينسخ ما حصل عليه منها حتى إنه تحصل على علم غزير منها، خصوصا في علم التوحيد وعلم العقيدة والأصول وغير ذلك. فتبحر في العلم عن هؤلاء العلماء في نجد وفي المدينة وفي الأحساء وفي العراق، ثم إنه هم بالرحلة إلى الشام لأن الشام موطن الحنابلة وفيها علماء كثيرون من أهل الحديث وغيرهم، ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب طول المسافة وقلة الزاد، وكاد أن يهلك في الطريق لولا أن الله قيض له إنسانا حمله وأرجعه إلى البصرة. فرجع ثم رجع إلى بلاد نجد، وكانت إذ ذاك بلاد نجد كغيرها فيها من الخرافات فيها من البدع والمحدثات الشيء الكثير، وفيها من العوائد الجاهلية، وكانت متشتتة، كل قرية فيها أمير لا يخضع أمير هذه القرية لأمير القرية الأخرى، وبينهم نزاعات وحروب ومحن، حتى إن أهل البلد الواحد يتقاتلون فيما بينهم، وفي جانب البلد أمير وفي الجانب الثاني منه أمير ويتقاتلون بينهم، غارات وثارات وحروب وبدع ومحدثات. فلما رأى وضع الناس وقد من الله عليه بالعلم والبصيرة لم يرضى أن يسكت على هذا الواقع، بل قام بالدعوة إلى الله وإرشاد الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة والاتصال بولاة الأمور ودعوتهم إلى الله، حتى يسر الله له أنصارا وأعوانا وطلبة. وعند ذلك تأسست الدعوة وكان لها أتباع، ثم انتشرت، ثم تكون جيش للجهاد في سبيل الله، وكان تحت إمرة محمد بن سعود رحمه الله الذي بايع الشيخ على المناصرة والمعاضدة والتأييد لدعوته. فتكونت دولة الإسلام في بلاد نجد بعد أن كانت بلادا قاحلة، بلاد فتن وحروب وبدع ومحدثات، تكونت فيها دولة إسلامية قامت على التوحيد وعلى تحكيم شريعة الله، ثم انتشرت وعمت بلاد نجد ودخلت كلها تحت حكم الإسلام والعقيدة الصحيحة، وأزال ما فيها من البدع والمحدثات، وتوحدت تحت إمرة واحدة وسلطة واحدة، ثم امتد شأنها وعظم أمرها وانتشر خيرها على الأقطار، فما من بلد في الشرق أو الغرب إلا وقد وصل إليه ذكر هذه الدعوة وما أنتجت وأثمرت، فأثرت في من أراد الله له الهداية، ولا تزال ولله الحمد لا تزال هذه الدعوة رغم ما تعرضت له من الفتن ومن المعارضات ومن لا تزال منتصرة ولله الحمد، وتعود لها العزة والكرامة، وإن جرى عليها في بعض الأحيان وعلى أهلها كما هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه من الامتحان والابتلاء، إلا أنها تعود كما كانت نقية واضحة مشرقة ينتفع بها من أراد الله له الهداية. هي دعوة إلى الكتاب والسنة، لا إلى مذهب فلان أو قول فلان أو عصبية لمذهب، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى اتباع السلف الصالح في القول والعمل. هذا مدار دعوة الشيخ رحمه الله. ومن جهوده أنه رحمه الله ألف المؤلفات
المطولة والمختصرة والمتوسطة، وصار يرسلها إلى الأقطار وإلى البلدان وتقرأ وتدرس، فنفع الله بها. ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، ثلاثة الأصول، هي رسالة قيمة مركزة على الدليل، مختصرة، لا تكلف الإنسان شيئا كثيرا من الوقت ولا من الجهد، وفائدتها عظيمة. وهكذا العلم النافع، العلم النافع ما هو كثرة الكلام، العلم ليس بكثرة الكلام، كثرة المؤلفات، لا، العلم حسب الأصول التي ينبني عليها ولو كان قليلا، فقد ينفع الله بالقليل ما لا ينفع بالكثير. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما يقع بصرك عليه في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إنها تكتب أمام كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة، فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكلام الله عز وجل وبكتاب الله الذي هو القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء وإلى الرؤساء وإلى أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فينبغي البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية، في كل أمر له أهمية، وكل مؤلف له أهمية وقيمة، كل رسالة. وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة، لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة البركة، منزوعة الفائدة. لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة وهم ينفرون من السنة، أو يقلدون من ينفر من السنة شبه، فها ينبغي التنبه لمثل هذا. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة، فقوله بسم الله جار مجرور متعلق بمحذوف، تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، تبركا بها واستعانة بالله عز وجل، فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب وللرسائل. الإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى. ثم قال: اعلم رحمك الله، اعلم، اعلم كلمة
تشير إلى الاهتمام بالموضوع. فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم، فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبتدأ بها فيه. ومعنى اعلم فعل أمر من العلم، اعلم أي تعلم، تعلم ما يأتي. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم، إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. أما إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهذا يسمى الجهل أو ضد العلم. تصور الشيء على خلاف الواقع يكون جهلا لا علما، أما تصور الشيء على طبق الواقع فهذا هو العلم. ثم قال رحمك الله، هذا دعاء، هذا دعاء لطالب العلم. فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى، فهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم، وأنه يبدأه بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه. أما إذا بدأ المعلم تلميذه بالكلام القاسي أو الكلام غير المناسب فإن هذا ينفره. فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف لمن يخاطبه بالدعاء والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول. أما المعاند والمكابر فهذا له خطاب آخر. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن بل يخاطبون بما يردعهم. وقال تعالى في المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافقون لا يجاهدون بالسلاح وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. وقال تعالى فيهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد وأهل مكابر، لا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم ويريد الفائدة. اعلم رحمك الله، دعا لك بالرحمة، وإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا في الدنيا والآخرة إذا دخلت في رحمة الله. وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح رجاء القبول إن شاء الله. اعلم رحمك الله أنه هذا هو الموضوع، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما المباح فهو ما لا ثواب فيه ولا عقاب، لا ثواب في فعله
ولا عقاب في تركه. فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح بل هو من الواجب يجب علينا. فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم لأن هذا شأن الواجب. ما قال يستحب لنا أو ينبغي لنا بل قال يجب علينا وجوب. والوجوب معناه حتم من تركه يأثم. يجب علينا تعلم أربع مسائل تعلم لأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم والتعلم يحتاج إلى عناية يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى فهم وإلى حضور قلب. هذا هو التعلم. يجب علينا تعلم أربع مسائل. والمسائل يعني مباحث سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها. سميت مسائل مباحث من العلم سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها وأن يعتنى بها. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى. الأولى العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي لأنه هو الذي يجب تعلمه. وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو غني أو فقير أو ملك أو صعلوك. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني. الواجب العيني هو الذي يجب على كل أحد من المسلمين كالصلوات الخمس هذا واجب عيني. صلاة الجماعة في المساجد على الرجال هذا واجب عيني يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. ما قال يجب على بعضنا وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان لأن العلم على قسمين. القسم الأول ما يجب تعلمه على الأعيان لا يعذر أحد بجهله وهو ما لا يستقيم الدين إلا به مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمسة لا يجوز لمسلم أن يجهلها بل لا بد أن يتعلمها. تعلم معنى الشهادتين الذي هو العقيدة يتعلم العقيدة ويتعلم ما يضادها وهو الشرك من أجل أن يتجنب. هذا مضمون الشهادتين. تعلم أركان الصلاة شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. تعلم بالتفصيل هذه الأمور هم مجرد أنه يصلي وهو ما يعرف أحكام الصلاة. الإنسان كيف يعمل وهو ما يعلم هذا العمل الذي يؤدي؟ كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها؟ فلا بد يتعلم أحكام الصلاة مبطلات الصلاة ما هي. لا بد من هذا. تعلم أحكام الزكاة تعلم أحكام الصيام يتعلم أحكام الحج إذا أراد أن يحج وجب عليه الحج وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. هذا لا يعذر أحد بجانب وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم.